القرار الأخطر هو ما أعلنه شرف مالكوتش كبير مستشاري الرئيس أردوغان أن السلطات التركية ستفتح الطريق أمام حصول المواطنين على السلاح المرخص للدفاع عن أنفسهم في إطار حقهم المشروع للدفاع عن النفس ضد الانقلاب. ورئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم أعلن اليوم في مؤتمر صحفي أنه لا يزال أمامنا العديد من القرارات المهمة الواجب اتخاذها، وسنفعل ذلك وسوف نطلع الشعب عليها.